السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله يكون معانا فرصة كويسة جدا النهاردة، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح اللي كان في فرص كتير سابقة كنا اتكلمنا عنها، زي منح ممولة بالكامل في كوريا الجنوبية، في تايوان، في اليابان، كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص تطوع السفر الخارج، كان في فرصة تمويلية بقيمة 10,000 دولار ل 15 فايز كل شهر، وكان في فرصة سفر إلى الإمارات، إلى المغرب، إلى مصر لمدة أسبوع ممولة بالكامل. فياريت اللي مشافش الفرص دي يرجع تاني ويشوفها. وطبعا عشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. طيب بالنسبة للفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة مميزة جدا، تعال نتعرف عليها كده. بيقول لي انها فرصة تدريب وتطوع مقدمة من منظمة اسمها EYF، تمام، في اليابان. طبعا الدولة زي ما وضحنا هي اليابان، مكان التدريب هو شركة اسمها باسونا جروب اي ان سي، تمام، ده اسم الشركة او اسم المنظمة اللي هيكون فيها التدريب. بالنسبة للتخصصات اي تخصص ينفع، يعني لو انت خريج تخصص علمي ادبي اي تخصص تمام مفيش اي مشكلة خالص، وهنعرف الهدف من البرنامج ده بعد شوية. مدة البرنامج ده هو 12 شهر، يعني لمدة سنة كاملة، تمام، البرنامج ده لمدة سنة كاملة. آخر ميعاد للتقديم هو 12 نوفمبر 2019، طبعا لسه الوقت طويل جدا. غير كده كمان الابليكيشن بسيط، فالوقت طويل، الابليكيشن بسيط، يعني الفرصة كويسة جدا ويعني سهلة وبسيطة ان شاء الله. الدول المتاحة للتقديم هي كل دول العالم، اي دولة عادي جدا مسموح لها تقدم. تعال بقى نتكلم في الجزء الاهم، التمويل. المنظمة دي او التطوع او التدريب ده بيقدم ايه؟ قال لي بيقدم مرتب شهري كبير جدا، يعني انت ما تتوقعش المرتب الشهري ده ممكن يكون كام. المرتب الشهري ده كبير جدا، بيكون حوالي 2338 دولار امريكي شهريا، تمام كده، يبقى المرتب بتاعنا كبير جدا، بيعادل 250 الف بالين الياباني، تمام، وهو بيكون بالدولار الامريكي 2338 دولار امريكي، وده مرتب كبير جدا يكفيك في كل حاجة، يعني بالاضافة كمان ان انت ممكن تحوش منه. يعني انت متخيل انت لو قعدت سنة مثلا، اضرب سنة في كل شهر انت بتاخد 2338 دولار، شوف المبلغ التوتال او الكلي هيطلع لك كام، يعني ده حاجة عظيمة جدا. قال لي كمان هيساعدوك في الاكل والسكن، تمام، الطعام والسكن، لو انت محتاج، تمام، ان انت تقعد معاهم في المكان بتاع التدريب مش في سكن بره او كده، فهيساعدوك في السكن والطعام. بيقول لك ان العمل هيكون او التدريب ده هيكون 5 ايام في الاسبوع من العمل والتعلم، يعني هو هيكون ممزوج ما بين انك هتتعلم مهارات جديدة او انك هتساعدهم في بعض الاعمال. كمان من ضمن المميزات انك هتتعلم اللغة اليابانية، يعني انت هتقعد سنة هناك، كمان هيكون في كورس للغة اليابانية لو انت ما بتعرفش الياباني. هيدوك كمان 10 ايام مدفوعة الاجر خلال ال6 شهور الاولانية من التدريب، هيكون في 10 ايام يعني اجازه بقى مختلفين هم بيقسموها، شو بيقسموها ازاي، والايام دي هتكون مدفوعه الاجر. طيب ايه الهدف بقى من البرنامج ده، او الناس ليه هتدي المرتب الكبير ده، او هم محتاجينك في ايه؟ هم شركه، تمام، هدفها انها تعزز المهارات والقدره عند الناس اللي هم مهتمه بالمجالات دي او المهتمه بالتدريب او التطوع دون تحمل اعباء ماليه. يعني مثلا لو شخص عايز يتطوع او يتدرب في حاجة معينة، تمام، فهم ممكن يوفروا لك التدريب ده، يعني من غير ما انت يكون عليك عبء مالي مثلا. يعني انت ممكن تواجه مشاكل مالية انك تتدرب في مكان او تطلع تسافر لمكان، لا، هم بيقولوا لك احنا هنوفر لك المال ده بحيث ان هم يوفروا جو ملائم للشباب اللي هم يقدروا يحصلوا على التدريب المناسب ليهم. ودي طبعا بيقول لك هيتم تعيينك في الشركة دي لمدة سنة، والشركة دي قلنا اسمها باسونيك جروب اي ان سي، هيتم تعيينك فيها لمدة سنة وهيكون التدريب والتطوع فيها، طبعا هتكتسب فيها مهارات كتير جدا. بيقول لك كمان ان الهدف منها هو جلب الشباب من جميع انحاء العالم بشغف لتحدي انفسهم، والتركيز الرئيسي هو تنشيط اقليمي للجزيرة، تمام، لان الشركة دي او الفرصة دي موجودة في جزيرة اسمها أواجي، والجزيرة دي جزيرة مش معروفة نسبيا، ما فيهاش عدد سكان كبير، فبالتالي هم عايزين ينشطوا السياحة للجزيرة دي كمان، فدي الفكرة كمان من البرنامج، تمام. وبيقول لك الهدف من البرنامج هو طبعا الإبداع الثقافي وريادة الأعمال. طيب كده عرفنا ايه هو الهدف من البرنامج دوت، تعالى نعرف ايه هي متطلبات التقديم. بيقول لي عشان اقدم في البرنامج ده انا محتاج يكون معايا درجة البكالوريوس او الماجستير، او تكون اخر سنة من البكالوريوس في اي تخصص،
يعني لازم يكون معاك البكالوريوس او اخر سنه او معاك درجه الماجستير، تقدر بالطريقه دي انك تقدم من غير اي مشكله. بيقول لك كمان محتاجين سي في، سيره ذاتيه، وطبعا السي في معروف هو ايه وكل الناس عارفه يعني ايه السي في. تكون بتعرف تتكلم باللغه الانجليزيه، طبعا مش مطلوب منك مستوى عالي جدا، مستوى متوسط يعني، بس اهم حاجه انك تكون بتعرف تتكلم بيها شويه وتعرف تتواصل مع الناس وتفهم الناس شويه. طيب مطلوب منك كمان ان الالتزام في العمل، يعني تكون حابب الموضوع فعلا وانك عايز تنضم ليهم بشكل كبير. طيب كيفيه التقديم بقى البرنامج دوت، بيقول لك ان الطريقه بتاعه التقديم هو ان في ابلكيشن انت هتنزله، وبعد كده هتملى الابلكيشن دوت وترفقه مع السيره الذاتيه وتحط السي في بتاعك وتبعته على الايميل ده اللي هو info@awadgiyasfederation.com، ده الايميل بتاعهم. فانت هتبعت كل البيانات دي على الايميل، يعني مفيش بقى تقديم اونلاين ولا الكلام ده كله، لا انت هتبعت بس الابلكيشن والسيره الذاتيه على الايميل ده. طيب انا حطيت لكم لينكين هنا، في حاجه اسمها قدم الان وفي حاجه اسمها الموقع الرسمي للمنحه. قدم الان دي فيها الابلكيشن، وده الموقع الرسمي للمنحه لو حد حابب يتاكد من كل البيانات اللي انا كاتبها هنا. طبعا انا مترجم لكم البيانات، فده الموقع الرسمي كل حاجه موجوده فيه بالتفصيل. تمام. طيب احنا عايزين نقدم دلوقتي، نعمل ايه؟ تضغط على كلمه قدم الان، هينزل لك ملف هنا زي ما انت شفت. تمام. الملف ده في صوره اكسل، ده هو الابلكيشن. طيب انا هفتح الملف هنا، ده الملف فيه كذا سيكشن هنا. بيقول لي اول سيكشن اسمه اكسبلانيشن، وده بيشرح لك هنا طريقه التقديم فيه هتكون ازاي، يعني هتقدم في البرنامج ده ازاي. بيقول لك ان اول حاجه تقرا الشروط بتاعتهم، هنا الشروط هندخل عليها بعد شويه ونعرف ايه المكونات. بيقول لك تضغط على اللي انت موافق على كل البيانات اللي موجوده، طبعا تمضي على الابلكيشن ده، وممكن تمضي بخط الايد. تمام. يعني تطبع الملف ده وتمضي عليه بخط الايد، او ممكن تمضي امضه عاديه جدا تكتبها من على الكمبيوتر. تمام. بيقول لك بقى انك توافق طبعا على الشروط والاحكام، وتكتب في صفحه تانية تمام اسمها البرايفسي، فدي هتكتب فيها برضو اسمك وتمضي فيها نفس النظام. بيقول لك طبعا في بعد كده ابلكيشن كبير هنشوفه في كل البيانات المفروض انت تملاها زي الاسم والكلام ده كله. وبيقول لك في مجموعه اسئله، حوالي 3 اسئله لازم تجاوب عليهم، هنعرف برضو الاسئله دي ايه بعد شويه. واخر حاجه بيقول لك هنا انك تبعت الملف ده ازاي. طيب هنرجع للجزء ده بعدين، خلينا نخش بعد كده على ازاي نملى البيانات. الجزء الثاني هنا دي الشروط. تمام. بيوضح لك شروط البرنامج هنا، طبعا هو داخل ياباني مع انجليزي. تمام. بس مش مشكله، تضغط بتروح لاخر جزء هنا، شايف اخر جزء ده، وبتضغط على كلمه يس اي اجري. تمام. ان انت موافق على كل الشروط المكتوبه دي، وبتيجي هنا على السيجنتشر وبتكتب اسمك هنا. تمام. وبتيجي على الديت هنا وبتكتب التاريخ اللي انت هتقدم فيه، يعني انت مثلا هتملى الابلكيشن النهارده وهتقدم النهارده وهتبعت لهم الورق بتاعك النهارده، يبقى تكتب تاريخ النهارده. تمام كده، دي اول حاجه. بعد كده بتخش على البرايفسي. تمام. بيقول لك دي بيانات مطلوبه لو انت شخص اوروبي، لو انت مش شخص اوروبي مش مطلوب منك كل البيانات دي، بس بتيجي للاخر كده وبتكتب اسمك هنا تاني وبتمضي وبتكتب التاريخ مره تانية. تمام. بتيجي بقى على الجزء المهم، هو الابلكيشن ده، الجزء الابلكيشن اللي مطلوب منك انك تملاه. بيقول لك اول حاجه تكتب طبعا الاسم بتاعك، الفاميلي نيم، اسم العائله واللقب بتاعك، تكتب تاريخ ميلادك. تمام. تكتب الدوله اللي انت موجود فيها. تمام. وتكتب المدينه، تكتب العنوان بتاعك بالتفصيل، تحط كل البيانات، الجندر ميل اور فيميل. تمام. تكتب التليفون بتاعك هنا، تحط السكايب، الايميل بتاع السكايب والاي دي. هنا بيكلمك عن الخلفيه التعليميه بتاعتك، بيقول لك اخر درجه دراسيه انت حصلت عليها هي ايه، تكتب له مثلا بكالوريوس ماجستير، تحط اسم المؤسسه اللي انت درست فيها او اسم الكليه اللي انت درست فيها، بتكتب درست من امتى لامتى، بتكتب هنا البدايه والسنه والشهر، وبتكتب هنا النهايه السنه والشهر. تمام. بتكتب طبعا other qualifications، يعني لو عندك اي مؤهلات اخرى بتكتبها. تمام. وبتحط كل البيانات هنا، بيقول لك لو عندك اكسبيرينس، يعني مثلا انت اشتغلت في شركه قبل كده، بيقول لك عندك خبره، ايه الخبره اللي انت يعني خدتها من الشغلانه دي. تمام. وفي اي مجال بالظبط، لو عندك طبعا بتكتب في الجزء ده، مش عندك بتسيبه فاضي. تمام.
هنا بيكلمك بيقول لك اوصف شغل حديث انت اشتغلت فيه، والجزء ده برضو مهم. هنا بتكتب له اي جزء، يعني لو انت مثلا لسه مخلص دراسة او ما اشتغلتش بتجيب اي حاجة، يعني مثلا اي عمل تطوعي انت قمت بيه، مش شرط شغل بأجر او مش شرط شغل بفلوس، لا ده ممكن تجيب فرصة تطوعية انت مثلا اتطوعت فيها قبل كده، ان شاء الله لمدة يوم مش مشكلة، المهم تثبت انك اشتغلت في حاجة معينة قبل كده. تكتب طبعا اسم المؤسسة دي، تكتب الدولة اللي فيها الشغل اللي انت اشتغلته ده، تمام، يعني لو في نفس دولتك بتكتبها، تكتب عنوان الشغل ده، كل التفاصيل عن الشغل بتحطها، وبتكتب هل انت خدت مرتب من الشغل ده ولا لا، تمام. وطبعا هو حاطط لك هنا بيقول لك 3 انواع، بيقول لك لو انت ممكن تضيف حتى 3 انواع مختلفة من الشغل اللي انت عملته. طبعا لو انت عندك يعني اشتغلت في حاجة واحدة وما اشتغلتش حاجتين او 3، تمام، فبتملى الخانة الاولانية وبتسيب الخانة التانية والتالتة فاضية، لانك بالطبع ما اشتغلتش في حاجة تانية او 3، تمام كده. بتخش بعد كده بقى بيكلمك هنا عن مؤهلاتك، بيقول لك هل مثلا انت خدت جايزة في حاجة قبل كده، ايه الشهايد اللي معاك، خدت شهادة قبل كده في اي حاجة، فبتحط الشهايد اللي انت خدتها، تمام كده. طبعا عندك واحدة بتحطها، عندك 2 3 على حسب عدد الحاجات اللي عندك، تمام كده. بعد كده بيقول لك بالنسبة للغة الإنجليزية بقى، هنا بيكلمك على الإنجليش سكيلز، بيقول لك لو أنت معاك درجة التويفل أو التويك، تمام، بتحطها. لو مش معاك بتكتب أي حاجة تانية، يعني مثلا أنت معاك أي شهادة إنجليزي بتثبت إنك بتعرف في اللغة الإنجليزية، ممكن تحط الشهادة دي وتكتب اسم الشهادة والسنة اللي أنت خدتها فيها. هنا بتيجي للجزء ده برضو، وبيقول لك مثلا بالنسبة للريدنج بتاعك في الإنجليزي، يعني قرايتك في الإنجليش، تمام، فبتكتب له مثلا إن أنت مثلا إكسلنت، انترميديت، مثلا بيجينر، تمام، فبتحط له المستوى بتاعك في الريدنج والرايتنج والكونفرسيشن، تمام، في القراءة والكتابة والمحادثة باللغة الإنجليزية، يعني قدرتك أو مستواك في كل واحد. بتيجي للسكشن اللي بعده بيقول لك على اللغة اليابانية، هل بتعرف ياباني، بتضغط على الجزء ده هنا نون نيتيف، تمام، ان انت غير يعني مش ياباني، وبتختار ان انت ما عندكش اي معرفة باللغة اليابانية. طبعا لو عندك معرفة بتختار يس، ما عندكش معرفة بتختار نو، وبتكتب هنا الريدنج والرايت والرايتنج والكونفرسيشن. بالنسبة طبعا للكوري بتكتب لو انت ما بتعرفش اي حاجة خالص بتكتب هنا بيجنر، تمام. بعد كده بيقول لك لو عندك لغة تانية، مثلا انت النيتف بتاعك او اللغة الاصلية بتاعتك هي العربي، فانت بتكتب هنا ان انا مثلا بعرف العربي، مثلا لغة تانية بعرفها الفرنش مثلا، فبتكتب اللغة دي وبتقول مثلا قدرتك في القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة دي ازاي. هنا بقى اسئلة يعني سريعة كده، بيقول لك هل بتعرف في المايكروسوفت اوفيس، تمام. طبعا مايكروسوفت اوفيس ده حاجه سهله جدا، اللي هو زي الوورد والاكسل والكلام ده كله، فبيقول لك اكتب خبرتك فيه، يعني عندك خبره فيه، مثلا هل بتعرف تتعامل معاه، اتعاملت بيه مثلا لمده قد ايه. بيقول لك هنا على الايمج اديتنج، يعني هل مثلا انت في تعديل الصور، يعني ده هنا الجزء ده بيتكلم عن السوشيال ميديا او البرامج، بيقول لك مثلا بتفهم في تعديل الصور، يعني الصور ممكن تعدل فيها، بتفهم في الجزء ده الديزاين، بتفهم فيه الفيديو اديتنج، تمام، تفهم في الجزء ده برضو ولا ما بتفهمش فيه. بيقول لك هل عندك مؤهلات اخرى، بيقول لك هل اتطوعت في اي حاجة قبل كده، اي عمل تطوعي انت اشتغلت فيه، بتكتب نوع العمل ده ايه هنا. بيقول لك هنا عندك مهارات تانية بتحطها لو عندك اي مهارة اضافية. بيقول لك هل معاك رخصة سياقة، لو معاك بتكتب يس، ما معاكش بتكتب نو، تمام. ايه تاني هنا، بيقول لك اخر حاجة انت ازاي اتعرفت على المؤسسة دي، فممكن تكتب عن طريق فيسبوك مثلا، انترنت، اي حاجة، تمام كده. يبقى خلصنا ميل الابليكيشن، الابليكيشن سهل جدا يعني بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجة، مش هياخد معاك اكتر من 2 دقيقة. طيب ده الابليكيشن خلصناه، تخش بعد كده بقى على اخر جزء هو الكويتشنز، تمام، الاسئلة. في 3 اسئلة لازم تجاوب عليهم، ايه هما؟ بيقول لك اول سؤال هنا يعني انضمامك لمؤسسة اي واي اف هيساهم بايه على المستوى القريب والمستوى البعيد، يعني انت لما تنضم معاهم ايه الفايده اللي هياخدوها منك، تمام، او انت هتساهم بايه معاهم. تاني سؤال بيقول لك عرف لنا مشكله، مثلا مشكله دوليه او مشكله مجتمعيه والحل بتاعها،
وده هيفيد بإيه أثناء وجودك في المؤسسة دي أو في جزيرة أواجي. يعني أنت مثلا في مشكلة أنت شايفها موجودة في المجتمع وأنت عندك حل ليها، فممكن توصف المشكلة دي وتكتب الحل بتاعها وتقول لهم مثلا أنا من خلال انضمامي للبرنامج بتاعكم أنا هستطيع إن أنا أحل المشكلة دي، تمام؟ بعد كده بتنزل لآخر سؤال بيقول لك، بتكتب مقال. المقال ده بيقول لك يعني ازاي هتخلي الجزيرة بتاعت اواجي دي، لان احنا قلنا هي جزيرة مش مشهورة قوي، فهم عايزين ينشطوا السياحة او ينشطوا الزيارات للجزيرة دي. فبيقول لك انت ازاي ممكن تقدر مثلا انك تنشط الجزيرة دي او تخليها متقدمة شوية، يعني عندك فكرة جديدة مثلا، عندك اي حاجة جديدة، فبتكتب المقال ده. والمقال ده من 400 ل 500 كلمة. هنا المقال ده السؤال الثاني من 150 ل 200 كلمة، لازم تراعي انك ما تتعداش عدد الكلمات المسموح بيها، وده من 150 ل 200 كلمة مسموحين بس. كده يبقى خلصنا الجزء ده. يبقى ايه الاهم بقى في الابليكيشن؟ الاهم هو الجزء ده، الابليكيشن اللي احنا مليناه هنا والكويتشنز، دول اهم اتنين، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي خلصت، مليت الابليكيشن ده ومليت الكويتشنز ده، اعمل ايه بعد ما املاهم؟ انت كده مليتهم، بعد كده بترجع تاني الاكسبلينيشن هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت بعد ما بتملى كل ده وبتمضي على الـ على ال يس اي اجري، وبتمضي على السيجنتشر وبتمضي هنا، بتحول الملف ده كله، تمام؟ كل الجزء ده بعد ما بتملاه بتحوله لبي دي اف، تمام؟ لما بتحوله لبي دي اف بتكتب عليه بقى ايه؟ بتكتب عليه بالشكل ده، يعني انت عايز تبعته ليهم هتكتب عليه بالطريقه دي، ان انت عندك في طريقه هم عايزينها لما تيجي تسمي الملف ليهم. بيقول لك في حاجه اسمها الالفا كانتري كود، يعني مثلا احنا الدوله بتاعتنا مصر، اختصار ايجيبت مثلا، اختصارها ايه؟ اي جي واي، تمام؟ وبيقول لك هنا لو انت عايز تتعرف على الكانتري كود بتاعت دولتك ممكن تخش للويب سايت ده، تمام؟ لو جيت دخلت الويب سايت ده، تعالى بص كده هنا، الويب سايت ده هيطلع لك اي كانتري كود انت عايزها. يعني مثلا دولتنا مثلا مصر، فليكن احنا هنتكلم عن ايجيبت مثلا، فبيقول لك ان الكانتري كود بتاعت ايجيبت هي اي جي واي. فبترجع تاني للملف هنا وبيقول لك انك اول حاجه تكتب الاي جي واي، تمام؟ وبعد كده تحط السير نيم، اسمك، تعمل الشرطه دي، وبعد كده تكتب الاسم بتاعك، اسم العائله بتاعك، يعني انت مثلا اسمك محمد احمد يبقى تكتب اسم والدك احمد، بعد كده تكتب الاسم الاول بتاعك محمد، بعد كده تحط ان ده الابليكيشن، تمام؟ طيب بالنسبه بقى انا كده خلاص عملت الاتاتشمنت او عملت المرفق بتاع الابليكيشن، عايز اعمل الارفاق بتاع السي في، اعمله ازاي؟ تيجي نفس النظام، هتحط الكانتري كود بتاعتك، تحط اسم العائله بتاعتك، تحط اسمك، وتكتب ان الملف ده هو السي في. طب تعالى كده نشوف مثال. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا بولين كروبيتكين فروم روسيا فيدريشن سيند هير سي في ويز ذا فولوينج كونفنشن. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان في واحده بالاسم ده هي عايزه تبعت السي في بتاعها، تمام؟ فهتبعته باني شكل؟ اهو هي من روسيا، ده الاختصار بتاع روسيا ار يو اس، تمام؟ الاسم الوالد بتاعها حطيته بالشكل ده، بعد كده اسمها هي، بعد كده السي في، تمام؟ ان هي ده المرفق ده او الملف ده هو خاص بالسي في، وطبعا بيكون في شكل بي دي اف. طيب انت دلوقتي عندك ملفين، اللي هو الابليكيشن انت طبعته بي دي اف، وعندك الملف الثاني اللي هو السي في، بتاخد الاثنين دول وبتروح بقى تبعتهم على الايميل ده زي ما هم كاتبين، اللي هو info.awajiusfederation.com. اظن الموضوع سهل. يبقى انت بتروح تملى الابليكيشن ده، تكتب الاسئله دي، بعد كده بتحولهم لبي دي اف، وطبعا ما تنساش الامضاء في الجزء ده والجزء ده، بعد كده بتحول كل الملف ده لبي دي اف، وبتروح تعمله بالشكل ده. لازم تكتب اسم الملف بالشكل ده بالنسبه للابلكيشن، واسم الملف بالشكل ده بالنسبه للسي في، وبعد كده تروح تبعتهم على الايميل ده. طيب بعد كده لما بتتقبل بيجي لك رساله مثلا بالقبول وكده، وبيقول لك في مرحله انترفيو بعد كده على السكايب بتعملها، وبعد كده بيجي لك القبول النهائي او الرفض. الموضوع بسيط جدا، كمان المنحه مغريه جدا، منحه او فرصه مش معروفه، يعني سهل القبول فيها ان شاء الله، فيها مرتب كبير جدا، يعني مرتب خيالي، قلنا 2338 دولار شهريا، يعني انت ممكن تعمل ثروه بعد الفرصه دي ما تخلص، بعد ما تقضي المده فيها لمده عام، انت ممكن يعني تعمل مبلغ كويس جدا منها، يعني فرصة كويسة جدا، وإن شاء الله هتكون مفيدة للجميع.
اتمنى يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، ويا ريت تقدموا الفرصة دي لانها فعلا كويسة، وان شاء الله موفقين ومقبولين في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.